الشركات الكبيرة العملاقة في العالم، لأنهم بيفكروا بطريقة عالمية. ومن ماليزيا نروح لألمانيا. ألمانيا خلال العام الجاري سجلت أكثر من 1600 اعتداء بدوافع يمينية متطرفة على كل ما له صلة باللاجئين القادمين إلى ألمانيا، سواء كان الاعتداء جسديا على اللاجئين أو على السياسيين والمتطوعين الداعمين لهم أو الإضرار بأماكن إيواء.